كده خلاص عملنا اللوجن، في شويه هاندلنج كده لازم نعمله. اولا ما ينفعش اللوجن والريجستر يظهر غير لواحد ما عملش لوجن، واللوج اوت ما ينفعش تظهر غير لواحد عمل لوجن. طب ازاي نهندل الموضوع ده؟ تعالوا نشوف ازاي هنهندل الموضوع ده. باختصار شديد هنروح على النف بار اللي هو جوه الهيدر، وهنقول له والله لو لقيت اف نوت الست، لو ما لقيتش السيشن اوف يوزر نيم بالشكل ده، لو ما لقيتش السيشن اوف يوزر نيم خلاص اعمل لي ايه؟ اظهر لي اللوجن وريجستر. طب لو ما لقيتهمش اعمل الاتي، هنقول له بقى ايلس اظهر لي اللوج اوت. يعني لو لقيت لو ما لقيتش السيشن اوف يوزر نيم، لو ما لقيتش السيشن اوف يوزر نيم يعني معنى كده ان هو ما عملش لوجن، خلاص اظهر له اللوجن وريجستر. طب لو عمل خلاص يظهر له بقى اللوج اوت. الراجل ده عامل لوجن عندنا، نقول له ايه؟ اند اف بالشكل ده. تعالوا نشوف الجزئيه دي. طب حلو، حلو قوي. طب انا دلوقتي ظهر لي اللوجن وريجستر، المفروض سيشن اف نوت السيت سيشن اوف يوزر نيم، لو ما لقيتش السيشن اظهر اللوجن وريجستر، ولو لقيتهم اظهر اللوج اوت. هو دلوقتي ظاهر لي اللوجن وريجستر ازاي وانا عندي سيشن اف نوت السيت سيشن. يوزر شفت هذه المشكلة البسيطة، الاسم نفسه، فقال لي المفروض دلوقتي ظهر لي اللوج اوت. كده تمام، كده كل حاجة زي الفل. طيب في مشكلة ستيل موجودة، ايه رأيك لو انا عملت دلوقتي كده؟ انا عاوز بس اتأكد ان انا ايه الكود مش موجود. ثانية واحدة يا شباب، ادي كده هقول له هنا لوجن دوت بي اتش بي. مشكلة كبيرة جدا، من اليو ار ال دخل على صفحة اللوجن وهو بالفعل عامل لوجن، وده ما ينفعش، لازم نمنع حاجة زي كده. هاخد نفس الشرط اللي أنا كنت خدته هنا في الهيدر ده بس هعكسه، وهعمل عملية معينة. أقول له والله، أقول له كده لو لقيت سيشن أوف يوزر نيم اعمل حاجة معينة. أقول له هيدر بتاعتنا، لو لقيت السيشن اعمل الآتي لوكيشن، وروح لي على صفحة الإندكس دوت بي اتش بي. الراجل ده ما ينفعش يدخل هنا طول ما هو عامل ايه؟ طول ما هو عامل لوجن. هنا بيقول لي اف نوت اسيت، لا هنقول له اف اسيت. اوكي؟ بالتالي هيروح راجع على طول على الريجستريشن. نفس الكود هناخده ونحطه فين؟ عندنا في الريجستر. برضه ما ينفعش يعمل ريجستر، ما ينفعش يروح على صفحه الريجستر لو هو ايه؟ لو هو عامل لوجن. فانا لو جيت هنا قلت له ريجستر دوت بي اتش بي بالشكل ده برضه هيوديني على الريجستر. ممتاز جدا. اسف جدا، في حاجه كده ايه حصلت. اندكس دوت بي اتش بي اف ست، ثانيه واحده ايه اللي حصل بالظبط؟ خطا مطبعي ده ما تعرف الاي. طيب ممتاز جدا، نرجع بقى لمرجعنا، نرجع للكود بتاعنا. شو ديتا دي المفروض بتظهر لي بقى؟ الديتا بتاعت العميل اللي دخل دلوقتي اللي عمل لوجن. معنى كده ان الداتا دي ما هتظهرش الا لو هو عامل لوجن. طب ازاي اتشيك ان هو عامل لوجن؟ نرجع بس الكود ده، مفيش اي مشكله خالص. تمام، نرجع بقى. لو لقيت هناخد نفس الكود ده بالشكل ده، هنروح على صفحه الشو داتا. شو داتا الصفحه دي لما بنعمل شو داتا بنروح على صفحه الشو داتا دوت بي اتش بي. اقول والله اف لو لقيت سيشن اوف يوزر نيم اطبع لي البيانات اللي انا هقول لك اطبعها، وإلس هتعمل برضو اللي انا هقول لك عليه دلوقتي. إلس اهو بالشكل ده، وبعد كده في الاخر خالص اند اف، اند اف، وطبعا سيمي كولون بالشكل ده. لو لقيت اعمل لي كده. طب هل في سيشن دلوقتي؟ في سيشن، فالبيانات هتظهر، بس انا طبعا البيانات لازم تبقى دايناميك. فاجي هنا اقول له النيم هيكون، اقول له ايكو مين بقى؟ ايكو سيشن، سيشن اوف يوزر نيم بالشكل ده. وبعد كده سيف، وبعد كده المفروض عندنا الايميل، وما فيش ادرس، انا ما حطيتش ادرس عندنا. وبعد كده الموبايل بالشكل ده، وادي الادرس يتشال خالص. فاجي هنا اقول له يوزر ايميل، وتحت يوزر موبايل بالشكل ده. كده يظهر البيانات، بس يظهر البيانات ده. طب لو مفيش سيشن المفروض بقى يظهر لي اهو كده دوت alert دوت alert داش danger
اقول له داتا نوت ف بالشكل ده. طبعا حاليا دلوقتي هو عامل لوجن وبالتالي البيانات بتاعته ظاهره. يبقى ادي الشو داتا، ادي الهوم. خلينا نحط شرط هنا، كلمه بسيطه تظهر كده لو هو عامل فعلا لوجن في الاندكس دوت بي تي، كصفحه الاندكس تحت ال H1 كده. اقول له والله لو لقيت السيشن اقول له مثلا H3، اقول له you are logged in، وبعد كده اقول له ايه ndf بالشكل ده بس كده. لو لقيت السيشن حلو جدا، طب لو ما لقيتش مش هيظهر لي اي حاجه وهو المطلوب اثباته. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بقى هنعمل اللوج اوت، هنعمل اللوج اوت. دلوقتي اللوج اوت طبعا يقدر يروح عليها بس هي صفحه فاضيه، هنفعلها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.